من الحاجات الجميلة جدا في الأعياد والمناسبات السارة هي لمة العيلة. دي من أجمل الحاجات في المناسبات والوقت اللي بيكون فيه إجازة، تسمح بأنه العيلة تتلم والأسرة تتلم. ويمكن بيحس بده أي حد مثلا ظروف شغله أو مسافر بره بعيد عن أسرته، سواء بره بلده أو بره حتى مدينته أو محافظته، بيحس ساعات بالامور دي. لو مش قادر ان هو يكون حاضر في اللحظه دي في وسط اسرته، بيبقى قاعد بيفكر انه يا كان نفسي، بس ظروف الشغل، فما بالكم لو حد محبوس. يوم ما هيفكر في حاجه زي دي هيفكر فيها بنوع من الشجن انه مش هيقدر، لكن الحمد لله انه في مجموعه من المحبوسين هيقدروا. بمناسبه عيد الاضحى، لجنه العفو الرئاسي النهارده اعلنت عن قائمة من المحبوسين اللي هيتم الإفراج عنهم أو بيتم الإفراج عنهم بالفعل. والحقيقة دي من أكبر القوائم اللي تم الإعلان عنها على مدار الفترة الماضية. النائب طارق الخولي عضو لجنة العفو الرئاسي أعلن عن بدء تنفيذ الإفراج عن عدد من السجناء، حوالي 60 سجين مسجونين في قضايا متعلقة بالرأي والتعبير وفقا لما جاء في البيان. وال60 دول على النحو التالي: 23 من سجن ترى، 26 من سجن أبو زعبل، 8 من سجن القناطر، 1 من سجن المنيا، و2 من السجن المركزي. فتخيلوا حضراتكم، احنا هنا مش بنتكلم بقى على 60 شخص، بنتكلم على 60 أسرة. السعادة هتخش في قلوبهم في عيد الأضحى، لأنه يعني ذويهم هيقدروا إن هم يحتفلوا معاهم بعيد الأضحى. فده من القرارات برضو المشرقة والمبهجة. ده إلى جانب كمان إنه تم إعلان عن خروج أول دفعة من الغارمين والغارمات من السجون، إجمالي عددهم حوالي 75 حالة، وده بالتنسيق مع الجمعيات الأهلية، ودي برضو من المبادرات الطيبة جدا. خلونا نعرف تفاصيل أكتر حول هذا الأمر من النائب طارق الخولي عضو لجنة العفو الرئاسي. يا سيادة النائب، مساء الخير وكل سنة وأنت طيب. مساء الخيرات أستاذ رامي، تحياتي لحضرتك وحضرتك طيب وبخير. تحياتنا ليك. والحقيقة دي أخبار سارة جدا يعني، وتوقيتها مناسب مع دخول عيد الأضحى، أن يعني في 60 أسرة كده السعادة هتدخل لبيوتهم مع ذويهم لما يحتفلوا معاهم بإذن الله. أنا كلمة حضرتك لمة العيلة يعني تأثرت بيها جدا سعادة يعني، والحقيقة أنه إحنا كمان بنشارك كل أهالي اللي خرجوا النهارده الفرحه والسعاده، ويعني طبعا دي مع هله العيد، عيد الاضحى المبارك، ومع ذكرى ثوره 30 من يونيو، خروج 60 من السجناء على خلفيه قضايا متعلقه بالراي والتعبير، بالاضافه ل 75 من الغارمين والغارمات. الحقيقه هذا هو العدد الاكبر منذ اعاده تفعيل لجنه العفو الرئاسي، وبالتالي احنا بنشعر بسعاده شديده انه كمان دي اول قائمه للغارمين والغارمات من عمل لجنه العفو الرئاسي، فبالتالي الفرحه مضاعفه، والفرحه الشديده في انه هؤلاء يعني هيعيدوا في بيوتهم مع ذويهم. والحقيقه احنا من بدايه عمل اللجنه واحنا يعني بنعمل بشكل سريع ووجيز ومحاوله للعمل ليل نهار للقدره على إدخال الفرحة والسرور على قلوب المفرج عنهم وذويهم. والحقيقة إنه في الكواليس أن العمل اللي إحنا بنقوم به ليس سهل كما يتصور البعض، وليس يعني لا، في إجراءات وضوابط وملفات بيتم فحصها ومجهود كبير يعني. طبعًا. طب بس انت يمكن قلت حاجه في اطار اجابتك كمان، وده شيء مبشر يعني. كنت هسالك طب يا ريت بقى نعجل من الاجراءات، انما في اطار حديثك قلت انه تم الافراج عن يعني ال60 خرجوا النهارده، او ال60 وال75 بقى كمان. خلاص بالفعل خرجوا، وحتى انه من حوالي يمكن ساعتين يعني تم ارسال صور يعني لعدد من المفرج عنهم، ارسلتها لبعض وسائل الاعلام بنعرف بعض منها دلوقتي بالفعل. الحقيقه انه يعني المشاهد دي حتى من خلال الصور هي معبره للغايه، وتدخل السرور علينا جميعا بمجرد ان احنا نشوف هذه الصور. والحقيقه انه عمل لجنه العفو وفلسفته من جانب سياده الرئيس هو نشر التسامح داخل المجتمع، واعطاء الفرصه لكل من لم يتورط في عمليات قتل او اراقه دماء، وكل من لا ينتمي لتنظيمات ارهابيه ان يعود ويندمج للحياه وياخذ فرصه اخرى في ان يعود الى حياته بشكل طبيعي. وهذا عمل
على جانب عالي من الإنسانية ومن التسامح. نعم. وبعد الإفراج عنهم بقى وإن شاء الله هيقضوا العيد كده مع أسرهم إجراءات الدمج المجتمعي ده برضو يعني حضراتكم في اللجنة بتعملوا عليه دائما، اللي هيرجع شغله أو يبقى في فرصة عمل أخرى يكمل دراسته أو نساعده في الإجراءات دي، كل ده بيتم بالفعل. بالتأكيد إن موضوع الدمج المجتمعي من المواضيع المهمة للغاية، لأنه يعني كما وجه سيادة الرئيس من قبل إنه عمل لجنة العفو لا يجب أن يتوقف فقط عن حدود خروج هؤلاء من السجن، ولكن يجب أن يمتد لمعاونتهم للاندماج في المجتمع مرة أخرى، منفصل من عمله أن يعود إلى عمله، منفصل من الجامعة أن يعود مرة أخرى. طبعا عندنا تحديات في التفاصيل في تنفيذ ده، متعلقة بلوائح جامعية، متعلقة ببعض القوانين اللي في حاجة لتعديل، فبالتالي ده يحتاج لتضافر جهود كل المؤسسات إن نستطيع أن نذلل كل هذه التحديات والعقبات في سبيل تحقيق الدمج المجتمعي، وإن شاء الله ده هيحصل خلال الفترة المقبلة بإذن الله. طيب سؤالي الأخير، يعني وفقا للبيان اللي حضراتكم أصدرتموه والستين دول تم الإفراج عنهم وكانوا محبوسين على ذمة قضايا ليها علاقة بالرأي والتعبير، هل هناك أعداد أخرى على ذمة هذه النوعية من القضايا؟ إحنا ما زال عملنا مستمر، وإحنا بنطمن الجميع إنه عمل لجنة العفو لن ينتهي إلا بفحص واستهداف كل المطلوب خروجه من خلال أو المستهدف خروجه من خلال تطبيق المعايير اللي وضعتها اللجنة منذ بداية عملها، فبالتالي احنا مستمرين في عملنا لفحص آخر حالة هترد لينا وآخر حالة مستهدف خروجها من خلال المعايير الموضوع. كل التوفيق لحضراتكم، بشكرك شكرا جزيلا سيادة النائب طارق الخولي عضو لجنة العفو الرئاسي. في ملف الغارمين والغارمات فيها قصص الحقيقة بتقطع القلب، وده مجهود محترم جدا، لكن أتمنى برضو أنه يتم بشكل أو بآخر دراسة الوقاية وليس العلاج، أنه المطب ده لأنه كل شوية هيبقى فيه غارمين وغارمات، ويعني مهما عدنا نتكلم على أنه سيدة فاضلة أو أم فاضلة أو أب يستلفوا عشان يجهزوا بناتهم عشان يبقى الجهاز قد كده عشان شكلهم قدام الناس، والأفكار الخطأ اللي موجودة اللي بتورط في الآخر، ده اللي احنا محتاجين نشتبك معاه بشكل أو بآخر، عشان لو فضلنا ماشيين في هذا السبيل الإفراج عن الغارمين والغارمات، وده مجهود محترم جدا، إنما لن يتوقف، هيفضل اللي داخل عدد مش قليل، فمحتاج مجهود ومحتاج يعني تضافر الجهود، والجامعات الأهلية تقوم بسد الديون عشان نقدر نخرج غارمين وغارمات، فعشان ما نبقاش في الدائرة المفرغة دي لازم يبقى في مقترح أو خطة للوقاية اللي هي إيه. أنا بصراحة مش خبير، بس يعني أعتقد الموضوع ده محل اهتمام ودراسة بالفعل.